اخترنا مدينة سامسونج لتكون محطة برحلتنا بالشمال التركي بعد مغامرتنا بوادي هرما. مع انه في كتير مناطق جميلة على الطريق، لكن السواقة بين هالمناطق بتاخد وقت. لهيك التخطيط المسبق للمدن والنشاطات الأساسية بالرحلة كتير مهم. سامسونج مدينة هادئة على ساحل البحر الأسود، من أكثر المعالم السياحية اللي ممكن تزوروها باخرة باندرما، يلي تم تصنيعها من أكثر من 140 سنة بسكوتلندا. وبعد ما أبحرت لتقريب 16 سنة كسفينة شحن وانتقلت ملكيتها لأكثر من شخص، قامت بشراء الشركة البحرية العثمانية بعام 1894، وأطلقت عليها الاسم يلي ما زالت محتفظة فيه لوقتنا الحالي، باندرما. تم استخدام هالسفينة لنقل الركاب بالأول، ومن بعدها كسفينة بريد للإمبراطورية العثمانية، لكن دخلت بتاريخ الجمهورية التركية لما غادر مصطفى كمال باشا القسطنطينية لسامسونج لحل الجيش العثماني بأمر من قوى الوفاق يلي كانت تتحكم بالحكومة التركية بذاك الوقت. أبحر برفقة 22 ضابط، 25 جندي و 8 موظفين إداريين بطقس عاصف على متن هالسفينة يلي أصبحت قديمة وصلتها معطلة، ليوصل لسامسونج بتاريخ 19 أيار 1919. التاريخ يلي بدأ مصطفى كمال باشا الحركة القومية التركية بعكس الأوامر يلي انعطت له إعلان جمهورية تركيا بعد حرب الاستقلال يلي استمرت تقريب الأربع سنين. بعام 2000 تم افتتاح السفينة كمتحف بيصور الفترة يلي أبحر فيها مصطفى كمال باشا وصولاً لسامسونج، مع تماثيل شمعية للطاقم يلي أبحر معه، وما زالت البوصلة المكسورة معروضة بالسفينة ليومنا الحالي مع الكثير من المعلومات والوثائق اللي شهدتها فترة الاستقلال. المحطة الثانية بسامسونج متحف المدينة يلي تم افتتاحه بال 2013، بيعرف الزوار عن تاريخ المدينة وثقافتها وتقاليدها وتطور صناعاتها، وبيعطي صورة عن أهم الأشغال اليدوية والمهن والتقاليد الشعبية القديمة. هالمخطط بيصور عدد الطوابق وكل طابق شو بيمثل، فكتير مهم تاخدوا صورة عن هالمخطط لأن مكتوب باللغتين الإنجليزية والتركية. للأسف كل المعلومات داخل المعرض مشروحة باللغة التركية فقط، استعنا بالترجمة أو سؤال الزوار الأتراك يلي كانوا بالمعرض. القصد الأساسي لهالمعرض الحفاظ على القيم التاريخية والثقافية للمدينة، خصوصاً بعد ما أصبحت مدينة سامسونج عضو باتحاد المدن التاريخية بعام 2004. بالإضافة لموقع المتحف يلي له مكان مهم بتاريخ مدينة سامسونج، فمقر المتحف حالياً كان مبنى لعمال السكك الحديدية سابقاً، كان في أهمية كتير كبيرة للسكك الحديدية خصوصاً بالسنوات الأولى للجمهورية التركية. تستغرق جولة كاملة فيه تقريباً 45 دقيقة، وما كان في مواقف مخصصة للمتحف، وإيجاد مواقف بالشوارع الخلفية ممكن ولكن بيستغرق بعض الوقت. بالمجمل كانت المحطة برحلتنا لنتعرف فيها على تاريخ مدينة سامسونج، فإذا كانت بمخطط رحلتكم ممكن تخصصوا وقت للأماكن السياحية ووقت للتسوق لأن الأسعار أقل من المدن المجاورة بالشمال التركي. ومنكمل طريقنا للمحطة التالية برحلتنا للشمال التركي وهي أوردو. ألقاكم بالفلوق القادم.